استهداف تم للمصنع نفسه للمنتجات لمخزن المنتجات. داخل المصنع قدرنا الحمد لله نسيطر على الحريق لجوا، ما انصبناش باضرار كبيره. الاضرار الكبيره كانت في المنتجات، وهو هذا مخزون ما يقارب يمكن 4 أو 5 شهور من المنتجات راح بسبب القصف اللي صار. القنابل اللي كانت ترتمي هي قنابل دخانيه، القصد منها هو الحريق. كل ما كان في دائره النار تم اتلافه، لان هذه مواد بعد ما تصل الحريق صعب تقدر تستفيد منها بعد هيك، حتى لو تعمل لها كمان اعاده تدوير صعب. تقديرات اوليه بالنسبه للخسائر كانت تفوق $1 مليون. المصنع طبعا بيشتغل فيه حوالي 100 موظف، ال 100 موظف طبعا هذول تعطلوا لفتره كبيره، طبعا خلال الحرب حوالي 11 يوم تعطلوا، بالاضافه لحد ما يرجع التيار الكهربائي والبنيه التحتيه في المنطقه الصناعيه برضه يمكن نحتاج كمان اسبوع، هي كمان تعطيل برضه. يعني للمرة الرابعة إسرائيل تستهدف القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة. هذا الاستهداف المستمر في كافة الحروب الإسرائيلية التي شنت على قطاع غزة، هذا استهداف المنشآت الاقتصادية يأتي في سياق تدمير البنية الاقتصادية لقطاع غزة. إسرائيل استهدفت أكثر من 15 مصنع في المنطقة الصناعية في كارني، بالإضافة إلى استهدافها المئات من الشركات والمحلات التجارية في قطاع غزة. كل هذا يضعف البنية الاقتصادية في القطاع، سوف يساهم في ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أساساً والتي تجاوزت 50%.
بعد الدمار الشامر اللي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي وشن هجماته البشعة ضد المحلات التجارية وضد المدنيين داخل قطاع غزة، بصراحة كانت صدمة كبيرة، كانت صدمة كبيرة. احنا يعني الصدمة اللي كنا متخيلينها قبل ما نيجي على المكان مش هيك، لما شفنا المكان في حجم بشاعته في حجم الخسائر اللي فيه بصراحة صدمة كبيرة. انه غير كمية الملابس اللي خسرناها، في كمان عندك في الاساس، اساس المحل، في ديكورات المحل، في وجهات المحل، في شغلات كتيرة في المحل اتدمرت بشكل طبيعي. كنا بدنا نستقبل عيد فطر سعيد على الأمة الإسلامية بخير، بس الاحتلال الإسرائيلي منعنا من الفرحة هذه، منعنا من 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 تكملة شهر رمضان على خير، منعنا من دخولنا على عيد فطر سعيد مبارك، ومنعنا من أي ضحكة، منعنا من ملابس، من ضحكة وابتسامة الأطفال اللي كانوا يفوتوا علينا في المحل بيشتروا أواعي الأطفال. الموظفين اللي كانوا قاعدين طبعا هذا مدخل رزقهم في الوقت الحالي، الاحتلال دمره يعني العشرين موظف الأساسيين اللي موزعين داخل السنتر في الأقسام حاليا كلهم قاعدين على باب المحل بيستنوا رحمة ربنا.